كل عام نتوما بخير. بمناسبة عيد الطفولة 1 جوان ارتقت الجمعية التل والتعاونية المسرحية كتب ياسين ودار الثقافة كتب ياسين باش تنظم هذه الحملة التطوعية، هذه الحملة اللي درناها حملة تحسيسية للأطفال. الأطفال كانوا في الشرفات يطلوا علينا، وحنا نقوموا أنا وصديقي ريكي وهادو الدوما فرحوا بهم الصغار طلوا علينا وقمنا بهاد العروض باش الهدف تاعها باش نوعوا الاطفال خطوره هذا الفيروس الكورونا ومدى اهميه باش يقعدوا في المنزل. والهدف من الحجر واش هو نحافظوا على السلامه تاعهم وسلامه الاولياء تاعهم. والحمد لله هذا القافله رانا نديروها لقت صدى كبير من الشعب ولا السكان ولايه سيدي بلعباس. كانت استحسان والحمد لله. قال لك وين نوصلوا في لي كومونتير تاع لاباج تاعنا، قال لك ماذا بينا تزيدوا تعموا كاع الويل. نقول الاطفال بمناسبه شهر الطفوله اللي رانا فيه من 1 جوان ل 16 جوان نقول لهم كل عام وانتم بخير والله يعطيكم الصحه، وان شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء على كل العالم وخاصه على الامه الاسلاميه. ونقول لكم الله يعطيكم الصحه. احنا كانت لنا مناسبه تاع اول جوان عيد الطفوله، كانت لنا النشاره باش نجوا لا سيتي 200 تاع عزوز. احنا كنا مع الباز متجولين معاهم شوف من المتوقعين مع البالكويات، وكان معنا جمعيه كاتب ياسين المسرح ثاني، وكان مع لي بوبي تاعنا درنا معاهم تجاوب الاطفال من ديارهم. والحمد لله يا ربي رانا نزيدوا، مازال عندنا جوله واحده اخرى نهار الاربعاء ثاني ان شاء الله في محطه كيما تاع بن حموده، وان شاء الله نزيدوا ثاني جوله واحده اخرى. عندنا جوله ثاني واحده اخرى تاع الاستاذ جوان عيد الطفل الافريقي، ثاني عندنا حصه ثاني عندك مع المكسبه تاع قباطي ومعنا المدير الثقافه والدار الثقافه ثاني هذاك، وان شاء الله يا ربي راه جوله ما تحبش. وبالعباس ديما رانا واقفين معكم.